بكما تقفان هناك وتنظران إلي؟ هيا طعماني. لسنا جائعين، أليس كذلك يا طريف؟ بلى والله، لا تطعماني أو لا أمسكن. أيأكل الرجل من هديته؟ قد صارت لي وأنا أدعوكما، والامتثال خير من الأدبية. ما أحوال الناس؟ أحب أن أسمع عن أحوالهم لمن يخالطونهم ليلا ونهارا، فإذا كانت عندهم شكوى سعينا في رفعها. يدعون لكم بالخير يا أبا عامر، ويذكرون مآثركم، ولكن نبرة صوتك توحي أن وراء المقدمة الحسنة ما يعتمل في صدرك، فقل، فالنصيحة واجبة شرعا. كلام يتقوله بعض الحاسدين من ضعاف النفوس. نعم، عن عنايتك بكلام الفلاسفة. وأي بأس في ذلك؟ بعض المشيخة يعلمون الناس أن الفلسفة ضد الشريعة والدين. كذبوا، فيها الحسن والقبيح، الخطأ والصواب، الغث والسمين، وحجب العقل أدعى للمفسدة. هذا ما تقوله، هم نفر قليل يا سيدي. وماذا يقولون أيضا؟ لن تخفي عن صاحبك شيئا تعلمه. أعفيني منه يا سيدي. بل عزمت عليك. كلام يجرح الأعراض، وهناك شعر يتداوله الزعاق. نعلم أنه كذب وافتراء وبهتان يا سيدي. بالطبع هو افتراء وبهتان، ولكن من هؤلاء الزعار الذين يشيعون هذا عنا؟ أغضبناك يا سيدي؟ أغضبتماني؟ بل أنا لكما من الشاكرين، وقد قضيتم بهذا حق الصحبة، ورحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه. بل إنني أدعوكم أن تفتحوا أعينكم وتنصتوا إلى ما يقوله الناس، ثم تعودوا به علي لأتدارك عمل المفسدين، وأذب الغيبة، وأدفع الكذب، حفظا للسلطان ودرءا للفتنة، وتكونان بذلك قد أديتما خدمة جلة للأمة وللدولة ولصاحبكما. لكما عليها ثواب الآخرة إن شاء الله، وحسن الجزاء في الدنيا. استعينا بها على قضاء حوائجكما ووسعا على أهلكما. ليس للصحبة ثمن يا سيدي، ولا للنصيحة الخالصة. إنها الهدية التي يتهادى بها الأصحاب والأحباب. ألم تهدني فطائر الجبن وقطعتها من زاد عيالك؟ فهي أحسن عندي من المال كله. هيا لا ترد هدية صاحب قديم، وإلا قلت قد انصرف عنا أصحابنا وظنوا بنا الظنون. أطلت غيبتك عني يا أبا عامر، أهو طول الحزن على القديم الفائت أم طول الأنس بالجديد الحاضر؟ قديمي جديدي أبدا يا سيدتي. أعمال الدولة كثيرة لا تنتهي. دولة ولدي، وأنا أتحمل أمانتها، والأمانة ثقيلة. هذا فقط؟ وذب المقالة، دفع الكلام. تعني أنا وأنت من جديد؟ ألم أقل قديمي جديدي أبدا؟ حتى بعد أن تزوجت من ابنة غالب الناصري؟ على ما فيها من صبا وجمال مشهور. الخصوم لا يكفون، وإن أتيناهم بكل بينة، سلاح النذل بث الأراجيف. من بقي من الخصوم بعد نكبة المصحفيين؟ كلما ارتفع قدر الرجل وزاد عمله كثر خصومه مثلما يكثر محبوه. ذلك قدر السلطان،
سلطاني من سلطان من أحمي دولته. رجال جعلوا أنفسهم سدنة الدين وحجاباً على جنة الله، يدخلون من شاءوا ويطردون من شاءوا. لم يكفهم اتهامي واتهامك حتى بدأوا يطعنون في عقيدتي، يقولون يعكف على كتب الفلسفة ويقول بأقوالهم. ألا تفعل؟ الحكمة ضالة المؤمن، أنا وجدها فهو أحق بها. والحكمة على هذا المعنى مسلمة وإن كان مصدرها غير مسلم، إلا أن تخالف أصلاً من أصول الشريعة. والفلسفة كغيرها من العلوم، تعرف منها وتنكر، تقبل منها وتدفع، والعقل يمحص ويمتحن، ولذلك وهبناه، وبه نتعقل الشريعة التي أنزلها واهب العقل سبحانه، وهي كتب الحكم رحمه الله، وما كانوا يرجفون به ولا بدينه، فلماذا يختصونني؟ هل يمكن أن يكون السبب أنك لست الخليفة؟ وإن كنت صاحب الدولة ومدبر السلطان باسم الخليفة؟ ربما، فبقدر ما يحب الناس رجلاً خرج من أوساطهم فأصلح شأنهم، فإن نفراً منهم ينفسه مآله. وقديماً كان في الناس الحسد. عز الله مولانا أمير المؤمنين إذ أذن لعبده ومملوكه بالمثول بين يديه. هل يشرفني مولاي بتقبيل يده قبل أن أعرض عليه مسألتي؟ الحمد لله على سلامتك يا مولاي. كيف دخل هذا اللعين؟ من يسر له الدخول فهو شريكه. قم على رأسه. هل يكشف أمرنا؟ أمر من؟ أمرك وأمرنا. سبحان الله، أنا عدت من دار الشرطة العليا إلى بيتي وما لي علم بشيء. أيها الجند، تقبضوا عليهم. ضاعف الحرس على جميع مداخل القصر ومخارجه، ولا يدخل أحد على الخليفة إلا بإذني، حتى ولو بادر الخليفة فدعا أحدا إليه فلا يدخل عليه، حتى ولو كان بيده رقعة من الخليفة نفسه، حتى يأتيني فأجيزه بخاتمي. ويصحبه حرس إلى الخليفة لا يبارحونه حتى يخرج من عنده، فإذا خرج عاد إلى الحضور بشهادة على كل ما قيل وجرى عند الخليفة، ولا يخرج الخليفة من القصر إلى أنحاء الزهراء حتى تستبق إلي يا سكر برغبة الخليفة، فأتعهد خروجه بنفسي لأعلم أنه في أمان، لا تهون بعد الذي جرى مهما كان الثمن. تقبضت على المتآمرين جميعا يا سيدي، وأودعتهم سجن الزهراء. من؟ وكيف توصلت إليهم؟ منذ علمت بالخبر نشرت الشرطة وعيوني في كل مكان يتحرون ويسألون عمن اجتمع بالشقي جعدر في الأيام الأخيرة، واستعملت الوعد والوعيد حتى عرفت رؤوس المؤامرة. القاضي عبد الملك بن منذر هو رأسها المدبر مع جعدر، ومعهما بعض الفقهاء المتزمتين. عبد الملك بن منذر كان معي في دروس الجامع، ووقع بيننا جدال. ابن السريع معهم؟ لا يا سيدي، القتل، القتل يا سيدي حكم الحرابة، إن لم يكن للجميع فلرأسي الفتنة. يحكم فيهم قضاتهم. إذا نشدتك الله يا سيدي أن تجعلني منهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما
ما ما أمي ما أمي هذا الذي كنت أخشى وأحاذر، كثرة الدم، المغيرة بن الناصر، ثم هشام المصحفي، ثم الآن جؤذر الصقلبي وعبد الملك بن منذر. هذا ولم تلبث طويلا في الحجابة، فالله أعلم من يكون التالي. هل تظن أنني سعيد بهذا؟ ماذا أفعل إذا كان هؤلاء جميعا يسفحون دماءهم على بابي وصدري ويدي على الرغم مني؟ وهل أعطيهم دمي لأحفظ دماءهم؟ أم أنزل عما بيدي لهم ليفسدوا في الأرض وليهلكوا الحرث والنسل؟ لا! قد بلغت موضعاً لا رجعة فيه، فإني إن رجعت وخرجت من شوكتي هلكت وهلكت معي البلاد والعباد. وإن كان ولا بد واقتضى حفظ السلطان والبلاد مناجزة عدو وراء الثغور وعدو داخل البيت، فلأقسمن وقتي في حرب هذا وذاك حربا لا هوادة فيها. فالحزم سياج العدل، والرحمة في غير مقامها تفريط. وهؤلاء جميعا لم يكونوا معي حين أهدفت صدري لسيوف الصقالبة، ثم أهدفته لرماح الجلالقة، ثم أسهرت ليلي وأظمأت نهاري لقمع الشرور والفساد، وأخذت من القوي حق الضعيف، ولم أبالي بحسب ولا نسب. فماذا يريد هؤلاء مني؟ أما والله ما قصدوا الخليفة إلا ليبلغوا مني، ولكن الله أذهب تدبيرهم ورده إلى نحورهم، فلا تأس على القوم الظالمين. أسرف المراجعين ولا تدخل علينا أحدا حتى نفرغ. قد صار من أوجب الواجبات علينا لحفظ الدولة أن ننشئ خطة غير خطة الجيش والشرطة، خطة للعيون، ترى ولا ترى، نبثها في كل حي وربض، تتخيرون لها من عامة الناس من تختبرون كفاءته، رجالا يحسنون الكتمان ولا يحبون الظهور فيشفوا بعملهم، حفظة ثقات لا يخرمون شيئا مما يسمعون أو يشاهدون، ونجزل لهم العطاء فيكون أمرهم إليكم وأمركم إلي، فإن كان مما يقتضي التعجيل إلي طرقتم بابي في ليل أو نهار، وإن كان مما يتأخر فيعرض علي في آخر كل شهر، ويقدم الأهم على المهم، فإذا ورد الخبر من ثلاثة طرق مختلفة كان مرجحا، فإنهم لا يتواطؤون على الكذب، ولكن الحذر الحذر من أن يستغل أحد العيون هذا الواجب فيستعمله لغايته فيظلم به بريئا، فإذا وقع ذلك وتبين لي أخذته أخذا لا رأفة فيه. واعلموا
أن الغرض من عملكم درء المفسدة قبل وقوعها واتقاء الشر قبل انعقاده. وإذا خرجتم من هنا فلا تفضوا بشيء من عملكم هذا لأحد من العالمين مهما كانت منزلته مني، بل العيون على الجميع دون تفريق، فإن الصاحب يمكن أن ينقلب خصماً وعدواً. واهتموا بكل من يدخل الزهراء أو يخرج منها دون أن يشعر بكم. وعيتم قولي؟ أخشى ألا تحميه إلا بقدر ما تخفيه. بعد الذي كان؟ نعم، أحميه بكل الطرق وأخفيه عمن يريده بسوء. وكيف يتدرب على الحكم؟ وهل نبرم أمراً كبيراً دون أن نراجعه فيه ويصدر فيه كتابه؟ الذي نكتبه له قبل عرضه عليه. فما الرأي عندك إذن؟ نترك الناس يدخلون عليه ليبت فيما يزينون له؟ هذا مع خطر الغيلة كما وقع. وأنت بعض السلطانة أمه وتلزمينه الليل والنهار فيتعلم منك. وهل يطمع في معلم أفضل من الأصل الذي نبت منه وله من العقل والحكمة ما لو كان لبعض الرجال لملكوا ما تحت أقدامنا، مع ما للرجال من أسباب أخرى كثيرة لا تكون النساء. مع ما للرجال من أسباب لا تكون للنساء، حتى أمي الخليفة. أنصت يا محمد، لا يهمني أن يقال أحبته، ما يهمني حقا أن يقال خبل حبها له عقلها وأضعف رأيها وصرفها عن كل شيء حتى ولدها لأجل من تهواه. فلا والله ما كان الأمر كذلك ولن يكون. وأنا والله ما أحببتك غيا وافتتانا بشبابك، بل لأني وجدت معه عقلا عظيما وموهبة لا تجارى وإرادة لا تضعف. وجدت فيك شبهي، إلا أنك رجل وأنا امرأة، ورجوت أن ترى بي مثل الذي رأيت فيك، ليس الوجه الحسن وحسب، بل عقلاً كعقلك وموهبة كموهبتك وإرادة كإرادتك وقلباً كقلبك. ثم نظرت فوجدت فينا شبهاً آخر، كلانا من منبت غير منبت السلطان. أنا سبية جارية مملوكة، وأنت فتى قادم من الريف ليس معه إلا حلمه وموهبته. ولم تتآلف القلوب حتى تآلفت العقول والإرادة والغاية. السلطان، نعم ولا حرج، السلطان شركة بيننا، ولدي الخليفة وأنا وأنت حواليه، كل منا في حاجة الآخر. ولدي صبي يحتاج تدبيري حتى يكبر، وأنا في حاجة ولدي الخليفة ابن الخلائف. وما كان لي أن أبلغ شيئا من السلطان مهما كانت مواهبي بغير سبب الزوج والولد. وأنا وولدي في حاجتك، فأنا لا أملك أن أبرز بنفسي في مجلس الحكم فأصرف الأمور، وأنت في حاجتي، إذ فتحت لك الأبواب التي كان يحجبها عن مثلك الموالي والفتيان، وسعيت في أن أنزل مواهبك منازلها التي لا تظهر إلا فيها. ومآل ذلك كله عزة البلاد وصلاح أحوال العباد، فكل يصيب من تدبيرنا مناله. ولدي الخليفة، أنا صبح البشكنشية، وأنت محمد بن أبي عامر والأندلس. هذا هو التدبير، وتلكم هي الغاية، ويحيطها حب عظيم يلهم ولا يبطل، حب الأكفاء الأنداد. فلا يأتي يوم يقال فيه بذلت له الدولة وصاحبها لأن الحب أحماها عن كل سبيل. هل تفهمني يا محمد؟ هذا حب عظيم، حب سلطانة تملك عقلها وإرادتها ونفسها. لا أصدق أنك تفعل هذا. أبو عامر يزرع خصومه بلا هوى الدولة، فليكن. ما يخضع لتحريض بعض الشيوخ المتزمتين فيجمع كتب الفلسفة في المكتبة الأموية بالزهراء ليأمر بإحراقها على مشهد من عامة قرطبة. وماذا أفعل وفي العامة سمعون لهم وقد تقضي السياسة بصنع ما نكره طلباً لما نحب؟
نرفع عنا ذرائعهم وحججهم، فإذا مضوا في غيهم بعد ذلك ولم يمسكوا عن التحريض أخذناهم أخذة شديدة دون أن يجدوا لهم نصيرا من العامة. هذه كل كتب الفلسفة، احملوا هذه الكتب إلى داري ولا تشعرن بكم أحدا، فهي أنفس من أن نطعمها النار. يمكرون ونمكر كما يمكرون، فنفوز بحاجتنا ونعطيهم حاجتهم. أهلا بالسادة الفقهاء، هذه كتب الفلسفة التي وجدناها في مكتبتنا، ولكم أن تنظروا في سائر الكتب، فلعلنا قد غفلنا عن أخرى، فانظروا فيها ويعينكم الناظر على المكتبة وعماله، فما رأيتم أن يزال فمر هؤلاء أن يحملوه تحت نظركم إلى ساحة دار المدينة، وادعوا العلماء والفقهاء والقضاة وعامة الناس ليشهدوا إحراقها بأمركم، وبذلك نبلغ عذرنا في من يرجفون بنا ويغمزون بديننا، فمن اتهمنا بعد ذلك اتهمناه، ومن اتهمناه أخذناه بالدعوة إلى الفتنة والعصيان وشق الطاعة. نبني الزاهرة إن شاء الله. ما رأي المهندسين؟ موقع عظيم، ولكن الزاهرة تريدها مقرا للإقامة أم؟ بل مدينة ملكية كاملة، القصور، الدواوين، الخطط، أهل الخدمة والحرس. الزاهرة نظيرة الزهراء، أريدها عظيمة المظهر، حتى إذا قدم عليها ملوك الأرض رأوا فيها هيبة السلطان فانخلعت نفوسهم رهبة وإعجابا، فإن عظمة البنيان من عظمة السلطان. أتذكر كلام الحكم رحمه الله في هذا المكان؟ السعيد من رأى إقبال السعد فأقبل إليه، والشقي من رأى فعاند. صدقت. وما حاجة الأندلس إلى مدينة ملكية جديدة يا أبا عامر؟ الزهراء مقر الخليفة، والزاهرة ستكون مقري. ولكنك حاجب الخليفة ودواوينه في الزهراء. نعم، أنت الآن مدبر دولة أمير المؤمنين، وبذلك فأنت صاحب السلطان، ولكنها تبقى دولته يا أبا عامر، دولته، ولا بد أن يأتي يوم يتولاها بنفسه، والعامة الآن تحبك لمآثيرك فيها، ولكن ما تلبث أن تنقلب عليك إذا تأكد لها أنك تستبد بالسلطان. هذا أمر جلل يا أبا عامر، أمر جلل، وأنا أنصحك للصحبة. وأنتما
ألا تقولان شيئا؟ ما دام قد ذكر النصيحة فإن أولى الناصحين بك هو ابن عمك أنا، ولا أملك إلا أن أوافق إبراهيم. أعني فليكن، السلطان لك على كل حال، فلماذا تتخذ رسوم الملك فتحرض قلوب الناس عليك؟ تذكر كلامك القديم يا أبا عامر حين أنفق الحكم المستنصر رحمه الله ما أنفق في وجوه الخير أول خلافته؟ تساءلت ما ثروة سلطان ينفق من خاصة ماله كل ذلك المال ثم يبقى أغنى الناس؟ وقلت مثله في الوزير ابن حدير حين جبر كسر الخزانة من خاصة ماله الموروث. فما تقول العامة في نفقة مدينة ملكية جديدة من مال غير موروث؟ والعامة يا أبا عامر أشد حكما على الرجل الذي خرج من أوساطها إلى سدة الحكم، ثم جرى على سنة الملوك أبناء الملوك في رسوم السلطان ونفقته، وإنا والله لك من الناصحين. جئت من العامة وأنا فخور بذلك، بل هو أدعى لفخري بالمنزل الذي صرت إليه. أما بناء الزاهرة فأذهب أنا حين ينقضي الأجل وتبقى الزاهرة علامة وأثرا من سيرة الأندلس، وبقائي إلى جوار الخليفة حتى يكبر فيه خطر عظيم. تعلمون كيف توصل جؤثر إليه بغير علمي، وما قصدوا بذلك غيري في نهاية الأمر. أعني أن في الزهراء من لا نستطيع الركون إليه ونحن لا نعلمه، ولا يسعنا أن نضاعف الحرس هناك فوق الذي أوقفناه لمنع أصحاب الريب والمطامع من الدخول على الخليفة، إلا أن نحجب الناس عنا ونعطل مصالح الدولة وأعمالها. أما إذا بنينا الزاهرة ونقلنا إليها دواوين الدولة وخططها، صار في وسعنا أن نشدد الحراسة على الزهراء وحجب الناس عنها دون أن يفضي ذلك إلى تعطيل أعمالنا. والخليفة ما يزال صبيا، وبينه وبين أن يباشر الحكم أحوام، فما نفعل في تلك الأثناء؟ هل تعون الآن حاجتنا إلى الزاهرة؟ ما خبر بلغني يا أبا عامر؟ قل إنه ليس صحيحاً. إذن هو والله صحيح؟ مدينة ملكية جديدة؟ أحمي الخليفة دون أن أعطل عمل الخلافة، هل هذا خطأ؟ كيف تحمي الخليفة حين تصرف أعمال الدولة بعيداً عنه وعني؟ لن أكون بعيداً عنه ولا عنك، وسوف أتردد على الزهراء كما أفعل الآن، كما فعلت دائماً، ولكني أصرف عنها أقدام الناس إلى المدينة الجديدة، فآمنوا على الخليفة من أن يتوصل إليه مجرم خائن كجؤثر. ثم إنه أجدر بأن يصرف عنا عيون أهل الارتياب والظن السيء. أخشى ألا تكون حماية الخليفة إلا بحجبه عن ملكه وملك أبيه، ولا يكون صرف العيون المرتابة عنا إلا بانصرافك عنا. كيف تقولين هذا أبعد كل هذه الأعوام واختبار الزمان؟ وهل نخرج من ريبة الناس إلى الارتياب فيما بيننا؟ وهل يملك الإنسان أن يخرج من جلده فيخرج من حياته كلها؟ إذن لا كان السلطان ولا كان هذا العمر الذي كتبنا سيرته معا، فنعود عليه بالمحو والتغيير. انظري في عيني، ماذا ترى؟ أرى وجهي. وأنا إذ أنظر في عينيك أرى وجهي، فكيف أفقد مرآة لا أرى وجهي أحسن إلا فيها؟ إذن أمحو نفسي وأنكرها على الجملة. أريد أن أصدقه يا بدور،
أتمنى له لمنطقا قويا، ثم أراجع نفسي فأخشى أنني أصغي إلى قلبي لا إلى عقلي. فإن كان كذلك فلا والله لن أغفر لنفسي ولن أغفر لها، لأني أكون بذلك قد خسرت الحب والسلطان معا. فإن هوى القلب إذا طغى على العقل ذهب بهما معا، أما العقل فيحفظهما معا. وكذلك حالي مع أبي عامر، فإما أن نبقى معا في الحب والسلطان، وإما أن تكون القطيعة فيهما معا بيع واحد. إلا أن حيزه واسع وحيزي ضيق، سلطاني لا يخرج من ظل الرجال ولا من حجاب النساء. قولي لي يا بدور، أشيري عليه. أنا ليس لي علم لا بالحب ولا بالسلطان، أنفقت عمري في خدمة المحبين والسلاطين، ولا أنا من هؤلاء ولا من أولئك، ولا أعرف الآن أكان ذلك من حسن طالعي أم من سوءه. قد أتلج صدورنا يا أبا عامر، ما سرت إليه من السلطان؟ وقد كان بيننا كلام قديم، وأنجزنا لك ما عاهدت إلينا في ذلك الحين من شحن جيش الحضرة بأبناء العرب تشد بهم أسرك ويكونون لك شوكة وعونا. وقد كان، قد كنت لهم كما كانوا لي، فقد أصلحت شأن جيش الحضرة وجعلته صنو جيش الثغور حتى لا يختص هذا بجهاد العدو دون جيش الحضرة. وقد كان، وكنا قد تعاهدنا على أنه إذا تم لك السلطان قدمت مشيخة العرب إلى أعمال الدولة وخططها ودواوينها، فرضت الأمر إلى نصابه وعطفت آخر الأمر على أوله. ولكني لست صاحب السلطان، فأنا حاجب أمير المؤمنين ومدبر دولته والمتصرف فيها عنه. ربما، ولكني ما زلت منسوبا إليه، وإن كان في أنفسكم أنني قد استبقيت شيوخ الموالي وزراء من حولي فذلك عين التدبير. فقد علمتم أني نكبت المصحفي وقومه فانحازوا إلي عليه وهو شيخهم، فكيف أخرجهم وقد اختاروني؟ وكيف أنزع يدي ولا حجة لي عليهم؟ ثم إني لو نحيتهم وجئت بغيرهم من شيوخ العرب لقيل ما أخذ المصحفي بمظالمه، إنما حركه العصب وهؤلاء موالي بني أمية، فإن القضاء على جملتهم عدوان على خلفائنا بني أمية وإرثهم القديم. فلو فعلت لأغضبت غالبا الناصري، فمال علي مع الموالي، ومن ورائهم سادتهم بنو أمية وهم كثر. ولكن نصبر، فلكل شيء حين. بارك الله فيكم جميعا.
هذا الحرس؟ هذا الحرس لا يرى إلا ما جعل له. من يريد بالخليفة شرا وأنتن قرة عين الخليفة وبهجة نفسه ومتعته. مولاي إنك لا تجرح حيائي. حياؤك؟ حياؤك؟ ومنذ متى دهمك الحياء؟ هذا داء لا دواء له، عوضني الله خيرا فيك. وهل تجد عوضا عني يا مولاي؟ هذا أقتلها أيضا. تموتان معا، واحدة بداء الحياء وأخرى بيد الأولى. وماذا يبقى للخليفة؟ أما ترثي لشيخ نعاه عندك القلم؟ بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر، إن الملوك إذا ما استرحموا رحموا. ما هذا رجل؟ أما علم هذا المصحفي أن موته أهون 1000 مرة من أن يستعطفني بهذا الشعر؟ وهو الذي كان حاجبا يملأ السمع والبصر، والله ما يزيد في ذلك إلا يقينا بأن صرفه عن الحجابة كان من أوجب الأعمال صونا للدولة وحفظا لشوكتها. فإن الرجل الخوار في المحنة أحرى بأن يذل لعدو الأمة ويفرط بحقها وهيبتها إذا خشي على نفسه. سبحان الله، ما عرفت رجلا بخيلا إلا كان جبانا خوارا. ومع ذلك لم يعد الرجل ذا خطر، وقد بلغ من الكبر عتية وأخذت منه المحنة بقيته، فما يضر لو يطلق سراحه ويلزم بيته. أي بيت؟ لقد ذهبت كل دوره وضياعه. لا أحسب رجلا بلغ حاله تلك يطلب أكثر من المأوى، المأوى ليخرج إليه من عتمة السجن الطويل. إن كان لابد فلا ينزل مع أحد من أهله، ويقف عليه حارس يمنع خروجه ودخول أحد إليه. Oh,
أهلا أهلا بشيخ الموالي والمجاهدين، ما أعظم فرحنا بك. هذا هل ظننت يوما أن ابنتك أسماء ستكون السيدة المطاعة في مدينة سلطانية تبز الزهراء مدينة الخليفة نفسه؟ أنت سيدة ابنة سيد قبل الزهراء وقرطبة ومحمد بن أبي عامر. نعم، ولكن ألا يسرك أني زوج السلطان على الحقيقة؟ لا أفهم هذا. السلطان على حقيقة الحال والسلطان بالاسم والمقال. ما أعلمه أن الدولة ينبغي ألا يكون لها غير سلطان واحد بالحال والمقال وبالاسم والرسم والفعل، وهو الخليفة ابن الخلائف من بني أمية الغر الميامين، ونحن موالي بني أمية أجدر الناس أن نعلم ذلك وأن نعمل فيه.